يا ترى الاجيال الجديده اللي يمكن ما تعرفتش على هويه وشخصيه جميل راتب طوال عشرات السنين من مشاركته وابداعه الفني، ربما نتعرف عليه اكتر من الاستاذ والصديق الاستاذ طارق الشناوي الناقد السينمائي المعروف. استاذ طارق، طبعا انا الاول بعزيك لان انا عارف كويس قوي انك يعني زي كل يعني ابناء الشعب المصري حزين على الاستاذ جميل، ويا ريت تكلمنا عنه لو سمحت. يا لا، بقى الشعب العربي كله الحقيقه. والعربي صحيح. طبعا طبعا، لانه جميل راتب فنان قفز فوق حدود الجغرافيا. بيدخل التاريخ، يعني انا بشوفه فنان فعلا لم تقيده الجغرافيا. بدليل انه كان له مشوار مهم في فرنسا، له مشوار مهم ايضا في تونس. انا حضرت قبل عامين، اقل من عامين الحقيقه. في قرطاج في اليوبيل الذهبي، يعني 50 سنة على بداية مهرجان قرطاج، وهو مهرجان قرطاج ده أعرق، مش من أعرق، أعرق مهرجان عربي إفريقي. إزاي لما فكروا يكرموا رموز من عالمنا العربي، جميل كان على رأس هذه الرموز، وكان بيتحرك بكرسي متحرك. وجاء الرئيس التونسي السبسي، يعني هو اللي حط له الوسام الجمهورية التونسية من الطبقة الأولى، حطه على صدره. الحفاوة اللي خدها الأستاذ جميل، التواضع الجميل اللي شفناه مع الأستاذ جميل راتب. شوف كلمة جميل هتلاقيها تتقال كتير، مش عشان اسمه، عشان صفته. يعني تحول الاسم إلى صفة، ودي أجمل صفة في الدنيا، الجمال. خد بالك الجمال، حتى احنا بنقول كلامنا كده عادي، يقول لك الله جميل يحب الجمال. صحيح. يعني حتى التصوف، حتى الايمان، هتلاقي كلمه الجمال والجميل هي من الصفات التي تقربك الى الله. فهو ربنا منحه كمان اسم جميل، منحه سلوك رائع، منتهى القيبه ومنتهى التواضع ومنتهى التلقائيه. لما كنا، كان فرصه ان انا تقريبا كنت بشوفه كل يوم، لانه كنا في نفس الفندق اللي هو بيقيم فيه اثناء المهرجان. كنت بحرص زي اي حد في الدنيا انه يقترب من جميل راتب. بانفرط حبي للانسان. طبعا الفنان العظيم جميل راتب يحتاج لكتابات كتيره، انك انت مع فنان بيعبر بنبره الصوت. هو خد بالك وسائل التعبير عند جميل راتب وسائل او اسلحه قويه جدا، النظره، النبره، الاداء الحركي، يعني بيقدر يدخل في عمق الشخصيه مهما كانت المساحه. وهو ده استاذ طارق اللي هيخليني اسالك سؤالي التالي. بالنسبه لنبره الصوت واتقانه للغات الاجنبيه، طبعا الفرنسيه كان بيتكلمها بطلاقه، وكان في وقت من الاوقات مرتبط او متزوج بسيده فرنسيه، وده امور معروفه عنه ان هو تلقى جزء من التعليم والممارسه حتى على خشبه الكوميدي فرانسيز وما الى ذلك. كان في فتره من الفترات كاد ان يلحق بعمر الشريف، ولا انا اريها؟ انت 100% انت موثق الحته دي. بص، انا مش عايز اخلي موضوع المقارنه مع عمر وفكره العالميه لفيقه بي، لانه فكره الفنان العالمي دي لا تعني الفنان الافضل بالمناسبه، يعني خلاص دي شيء نتفق عليه. العالميه لكن تعني ان في ظروف خاصه احيطت بيك، صحيح موهبتك اساس، لكن في ظروف وتفاصيل ربما ما اتيح لعمر لم يتح الى جميل راتب. يعني عمر في المرحله، يعني عمر اصغر منه حتى في العمر. كويس. يعني عمر الشريف في فارق في العمر، عمر اصغر، ولكن ما اتيح لعمر لانه طرق الباب بدري. كويس. في الستينات لم يتح بنفس التفاصيل لجميل. فعمر كان كل التفاصيل لصالح خلق، طبعا مع الموهبه العميقه، مع ملامحه ان هي ممكن تلعب دور في انه تسند له اعمال كتيره مع نجاح الاعمال اللي عملها على المستوى العالمي. فتحت له ده. جميل راتب كان الجزء العالمي عنه عنده كان متعلق بفرنسا.
هتلاقي مثلا في ثلاث افلام ثلاثيه، عشان كده لما تونس كرمته بارفع الاوسمه كان في جزء منها اللي هو اتقن اللهجه، مش بس اللغه، اللهجه التونسيه. فيلم جاي شيش كان اتقن فيه اللهجه لانه كان الدور بيتطلب كده. فعشان كده يعني ايه المساله ما توديناش في سكه مقارنه لماذا لم يحظى بالعالميه اللي حظى بها عمر الشريف، لكن الاهم لا سؤالي ما كانش، انت فهمت سؤالي يمكن. لا سؤالي مش غلط. لماذا اقول لا مش لماذا، انا انا يعني. انا من باب معرفتي بانك انت بتحب التوثيق ووضع الامور في نصابها، انا كنت عايز اقول ان في جزء في مشواره خرج من كونه ممثل عربي، لان هو وقف ما اعرفش ورا الكاميرا ولا امام الكاميرا، عشان كده حبيت استوضح منك مع فنانين عالميين طبعا. بس المساحات والتواجد لم تخلق على عالمنا العربي كله، مش في عالمنا العربي نجم عالمي او ينطبق عليه مصادر كلمه عالمي سوى عمر الشريف حتى هذه اللحظه. ربنا تمام بكره يبعت لنا مليون يا رب. على كل حال على كل حال لما يزال جميل، على كل حال احنا فقدنا فنان عظيم الحقيقه طبعا، وجميل طبعًا. راتب هيسيب فراغ كبير، وكنت بتكلم الاستاذ عزت العلايلي، بس اعماله موجوده وتراثه كبير جدا وهيفضل موجود، والتاريخ هيفضل طبعا نشهد لجميل راتب مع مرور الزمن انه فنان استثنائي على خريطه الفن المصري والعربي كله. ربنا يرحمه ويحسن اليه ويصبر اهله ويصبر محبيه من الملايين. شكرا للاستاذ طارق الشناوي على هذه المداخله.